السلام عليكم، ورحبا بكم في التمرين. أنا لغة الملك الكلية بين أن إن أو كاري زائد إن زوجي. رون يعني ندرس الزوجية ديال هاد العدد إن أو كاري، أو قال لي أصلا بغيت نمشي ندرس الزوجية، قال لي بين أنه زوجي إن أو كاري زائد إن. لو إن شاء الله لاحظ أن إن أو كاري زائد إن، يعني نقدر نعمل بان هي إن عامل إن زائد واحد، وهاد العدد فإنه جدا عددين متتابعين. جدا عددين متتابعين يعني أحدهما زوجي، يعني إما إن زوجي أو لا إن زائد واحد زوجي. جوج تابعو ثلاثة، جوج زوجي. 3 تابعوا 4، 4 اللي زوجي، 3 فردين. مهم جدا عددين متتابعين أحدهما غيكون زوجي. واحد عدد زوجي في أي عدد فإنه زوجي، وبالتالي فإن n n زائد واحد n عامل n زائد واحد عدد زوجي، لأنه جدا عددين متتابعين، وبرهن عليها في التمرين جوج. ألوغ يعني ومنه فإن إن أو كاري زائد إن زوجي، لأن يعني إن أو كاري زائد إن كتساوي إن عامل إن زائد واحد. أوكي، نمشيو دابا نجاوبو على استنتج سؤال تاني. استنتج أن إن أو كاري وإن هما نفس الزوجية. شي يقول لي استنتج يعني كنخدم سؤال لي سبق. ألوغ بينت أن إن أو كاري زائد إن زوجي، إن لدينا ان او كاري زائد ان زوجي، وقال لي استنتج ان لهما نفس الزوجية. الوغ شنو معنى ان و ان او كاري عندهم نفس الزوجية؟ يعني الا كان ان فردي فان ان او كاري فردي، و الا كان ان زوجي فان ان او كاري زوجي. عددين هما نفس الزوجية باش يكون عندهم ان او كاري عندهم نفس الزوجية. اذا كان عندي ان او كاري زوجي فان ان زوجي، ولكن عندي ان كاري فردي ان فردي. ولكن عندي بطبيعة الحال ان زوجي فان ان كاري زوجي، ان فردي فان ان كاري فردي. اوكي، الوغ منين غنبينو هادي؟ شنو عندي بعدا؟ انا كمعطيات لدينا ان كاري زائد ان عدد زوجي. الوغ ان كاري زائد ان عدد زوجي، غيبان لي انه هذا شنو مجموع عدد مجموعة كل كنقلب عليهم ان وكاري تقلب على واش عندنا نفس الزوجية ان وكاري و ان. الوغ ان وكاري زائد ان زوجي، شنو من الحالات فاش يكون عندي هاد مجموع عددين يكون زوجي؟ الوغ الا مشيت مثلا للطابلو اللي خدمنا به في التمرين اللي قبل، لاحظ انه في الحالتين اللي كيكون عندي وحيدتين فاش يكون عندي مجموع عددين وعدد زوجي، هو انهم جوج بهم يكونوا زوجيين. هيا الحالة الأول، إنه جوج بهم يكونوا زوجيين، زوجي كتعطيني زوجي شي، ولا جوج بهم يكونوا فرديين، فردي زائد فردي كتعطيني زوجي. يعني إن أو كاري زائد إن زوجي، يعني هنايا نحطو هنا ونحطو هنايا، ما معناه أن إن زوجي وإن أو كاري زوجي، أولا إن فردي وان اوكاري فردي. يعني باش يكون مجموع عددين، مجموع عندي هنايا عندي ان اوكاري زائد ان زوجي، ومنهم ان زوجي اذا وفقط اذا كان ان اوكاري زوجي. علاش؟ لانه اذا كان ان زوجي وما كانش وكان ان اوكاري فردي، راه ما غيبقاش عندي هنايا، ما غيبقاش مجموع ديالهم زوجي. اذا كان ان زوجي، ها هو هنا مثلا ان زوجي هنايا وان اوكاري فردي، المجموع ديالهم كبير فردي ماشي زوجي. يعني خاص ضروري اذا كان ان زوجي غيكون ان اوكاري حتى هو زوجي، والعكس اذا كان مثلا ان فردي فانه بالضروره يكون ان اوكاري فردي باش يكون المجموع ديالهم زوجي. إذا كان إن وكاري زوجي، إذا كان إن فردي وإن وكاري زوجي، فيعطيني خصي مجموع ديالهم يكون فردي، وأنا عرفت المجموع ديالهم عدد من زوجي. فوالا، ومنه إن زوجي إذا فقط إذا كان إن وكاري زوجي، وإن فردي إذا وفقط إذا كان إن وكاري فردي. يعني هذو الحالتين واحد يكون جوج بهم عندهم نفس الزوجية، إما جوج بهم زوجيين أو جوج فرديين، باش يكون مجموع ديالهم عدد من زوجي. بكل بساطة الجواب هو هذا، عندنا إن وكاري زائد إن زوجي من الاستنتاج ديالنا، ومنه يعني مجموع الحالة الواحدتين فاش يكون مجموع
عددين زوجي هو أنه جوج بهم يكونوا زوجين أو جوج بهم يكونوا فرديين. ومنه فإن إن زوجي إذا وافقت إذا كان إن وكاري زوجي، وإن فردي إذا وافقت إذا كان إن وكاري فردي. واضح؟